الله على الحضر فاق البضاعة. ايش مدكم عطاني؟ يا عيني يا عين. طيب طيب الصوت حق الدكم شو طلع دخل. ايوه يا اخي عشيتنا وياه وصقعنا في عيني. ما انا داري لو لا 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 انا ما انا موظف انا في الكشك شغال. ليه الموظفين دي اليومين يهدونهم وفي عهد التنميه؟ المهم سمعنا نبغى نروح بنسينا دحين بخليهم يشوفون لي شي حل. حتى هناك ما عدي ودي كله في عهد التنميه. خلاص خلاص بلقي لي تلي احسن لي. شكل الهداد دي من علامات التنميه. يلا يلا حياك. يا عيني يا عين. شوف اليوم معانا تعريف التنمية. ايش هي التنمية؟ التنمية هي عملية تغيير ونقل المجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من هذا التغيير، وتهدف هذه التنمية برضو إلى تنمية الموارد والإمكانيات الداخلية للمجتمع. طبعا هذا التعريف نجبته من جوجل، لكن الغالي يقول تنمية تنمية تنمية، ظاهر انه ما شاف التعريف رغم اننا نرسل له في الفيسبوك يا اخي ما يرد. قلت له التعريف ده اكثر من مرة، حتى التعليقات مقفلها في الصفحة عقب، لانه اللي نعيشه نحن اليوم شيء ثاني. اخاف والله هالوضع ده تروح تعالي في بنسينة مع حدي عالية كلهم مضربين. تخيل انت انه في واحد مرقد هناك لقى عملية وخري من غرفة العملية والان يالس في الترقيد ما يحس الا تاني يوم الناس كلهم مضربوا عن العمل. الريال مرقد في المستشفى حد قال له حتى موانية. عف الله ايش من تنمية دي؟ شوف الناس وين وصل حالها. التنمية عندنا هذه خلت كل شهر تظهر نحن مشكلة في المرافق الحكومية. مرة اصحاب الاتصالات جابوا لهم امر من كوكب ناميك ونفذوا اكثر من 100 متعاقد. تخيل السلطة كانوا في الاتصالات في لحظة كده خريوهم عن عملهم، في لحظة أصبحوا عاطلين عن العمل. خيل 100 أسرة ماشي معهم من يأكلهم، وبعضهم قنعوا من التعاقد وبعضهم حولوهم وبعضهم حصلوا لهم ظهر ريوهم تاني مرة. بعدين يدور على بن سينا وأكثر من 50 متعاقد بطلوا بسبب مضايقات حق الرواتب. بعدين أزمة ديزل وطفت البلاد كلها أيام وأسابيع، والآن بن سينا مرة تانية وكده عائلة التنمية تدور من مرفق لمرفق في الأضراب هذه. وقفوا كل حاجة حتى أصحاب العناية قدها عناية ووقفوا. بعدين يدخلوا ناس عيال الحلال ويا هنا نحن بنجيب حقهم الرواتب في اليومين دي مع أنهم متعاقدين مع السلطة. شفت تقول ماشي عدي معه. طيب العدي اللي صرفونا أصحاب الكشف فهم فيها على الأقل يا أخي فكوا على المواطن الغلبان. والآن مشاكل في الضرائب برضو اللي تشيل منا العدي حق القات في كيس أنت عارفها عطهم منا يا أخي فك علينا. المهم خلنا نريح في موضوع بن سينا. الأسبوع دي المتعاقدين أعلنوا عن إضراب على العمل باب أنهم ماشي رواتب معهم شهرين سبتمبر واكتوبر، وهذول هم متعاقدين على حساب السلطه مش حساب الهيئه العامه. يعني حقهم الرواتب مش مركزيه من عندنا، حقهم من هنا يا تنميه. وقبلها بايام في مشكله حصلت في بنسينه وبسببها الاطباء وقفوا على العمل وما انت داري من الغلطه. يقول لك مواطني قد حقه بيده من طبيب عام في المستشفى حاجه اثنين صادموا برا ويوسع فوق ما حصل احد يعاليه وقعت مشكله والمواطن حمل على الدكتور. انت عارف ايش وصل المواطنين للمرحله دي؟ بعدين بحكي لك. الو صدق سمعنا وقال لي وصل المواطنين للمرحله حتى انا ببعض حتى انا بعدين بتقول لي ورا من التنميه والله شيء الا من التنميه. والان في مرفق حكومي تاني برضو مواطن اعتدى على موظف وتبوعه لما الدار وهدفه. انت مستوعب اللي حاصل في البلاد دي؟ وهذا هذا تعريف التنميه اللي قلت لك عليه في بدايه الحلقه، انك تحط مدراء ما لهم دخل بشيء. وهذه النتيجه بتكون بيام بن سينا بتوقف عن العمل والاطباء بغوا رد اعتبار واستمرار الاضراب لاكثر من اسبوعين ولاش يتحرك في عائله التنميه. والاسبوع الثاني دي لحقته الاتصالات. شوف حد بيقول ان المواطن صح يلحقه بيده وحد بيقول غلط انت داري هالموضوع وحد بيقول ان الموظفين هم اللي رفعوا الضغط وحد بيقول يا اخي روح شيل حقك بالقانون. بس لما تخري للواقع بتعرف انك ما تعرف تاخذ حقك لا بالقانون ولا بغير القانون لانكم فشلتوا. بس فالحين خريوا ولقوا عده وكان الناس بخير وبقى عريضه. الان نحن بحكم الغابه القوي ياكل الضعيف وعائله التنميه من سرعتها تدري فوق المواطنين تطحنهم. شوف الان موضوع الديزل معلق بعد السده والمواطن هو الغلبان. المواطن هو نفسه اللي ضرب الدكتور والمهندس وبكره مع نحن دارين من المدرس والله المرور الله يا اخي كله دي في عائلة التنمية. وفي النهاية دي الا مواطنين مش هم المتسببين في هذه المشاكل لان المشكلة هي تعطل في الرواتب وما صرفتوا مستحقات الموظفين في اي مرفق حكومي وتتأخر المرتبات وصوت من هنا وصوت من هنا والمدرسين اللي هم اكتر من شهر يصيحون وبيان وربيان. اصلا هم موظف يكون شهرين بلا راتب ايش بتساهم منه؟ لا وهو ده الراتب اللي ياكل منه
ماشي معه دخل تاني يسرق هو عياله مساكين ماشي معهم. قد أمه 45 ألف بس نحن ما حتكلم عن ناس تانيين اللي تعطونا معدي حتكلم عليهم ما هو كل شيء ينقال. صدقون إنه مرة صرف. ألو لا لا مش مطعم بشوارب غلطان غلطان. المواطن ما حصل حد يسعفه ولا حصل حد يعطيه حقه ولا حصل حد ينصفه. ايش مساهني طب لك يعني كل ما استمر الوضع كده بقي اسوأ منه. وصلنا لحالة دواير حكومية خدمية ماشي فيها لا ماء ولا ورق ولا حتى حاية ولا حتى اقلام. واخص من كده عادوا ايش بساهم منهم ديالي يلقون خدمة للمواطنين. يا تنمية حول الموظف عند الدولة شحات وتحولت معاملات المواطنين الى ابتزاز ولازم تدفع عشان تمشي امورك وهذا الواقع عندنا. الو يا اخي انت وراي وراي توك توك وقف القضب. شوف الناس اليومين دي تصقع في العين وانت توك. اوه وادي انتدنا اروح ماشي يلا نعم انا منطب عشان انتدنا نعم مع القضب حقي دي اروح ببيعه الناس ثانيين. اوه الو ايه وينك وين روحت ايه.